واحد لما بيستدين بيستدين عشان يدي للي وراه أمل إنه يعمل حاجة تنفعه، لكن إحنا بنشوف نوعية قروض كتير ملهاش علاقة بمشاريع ولا استثمارات. اللجنة المشتركة توافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية وترجو المجلس الموقر التفضل بالموافقة عليه. يا عمالة بتزيد وكرود وكرود، دائرة لا تنتهي من الفشل. في الوقت اللي الحكومة لازم تطلع تتكلم مع الناس وتهديها، الحكومة لا تتحدث ولا تجتمع. رئيس الوزراء يجب أن يمتثل أمام المجلس ويقدم بيان للحكومة ويحاسب كوزير على الاستثمار والإصلاح الإداري الذي لم نعد نرى منه أي شيء.